تمام. فاتفق مع المرأة الجديدة إن هي لها مثلا قطعة من الأرض بس ما تكملش التنين، ولها في البيت كذا، واتفقوا وتم الجواز على كده. لو والدي توفي أدي للمرأة دي التنين ولا أدي لها اللي هو اتفق عليه؟ هذا مهر ولا ايه بالضبط؟ لا، ده مطرح الميراث بعد لو أبويا مات، قال لها ده لو أنا مت ده حقك تاخدي. لا لا لا، وصية الوارث. لا وصية لوارث. ايوه، شكرا، جزاك الله عنا عن إسلام الخير. وإياكم.